شعبان فتحي زكي محمود، كليه التربيه الرياضيه بجامعه جنوب الوادي. تعرف ان اول امبارح الباب الترشح للانتخابات اتقفل في الجامعه؟ اعرف ان هو باب الترشح لاتحاد الطلاب اتقفل تمام، وهو كان بصراحه يعني كان اقبال عليه كويس، واحنا عايزين اتحاد الطلاب بالنسبه انا اللي طالبه من رئيس اتحاد الطلاب ان هو يقدم لي الخدمات المتوفره، يعني هو رئيس اتحاد الطلاب هو يحس بالطلبه مش واجهه كده قدام الناس كده وخلاص، لا هو يشوف احنا محتاجين ايه كطلاب تربيه رياضيه. عايزين انتوا كطلاب تربيه رياضيه محتاجين ايه في الكليه؟ مثلا احنا محتاجين مثلا في الملاعب فوق يكون في مياه متوفره، اماكن نغير فيها، لانه احنا طلاب تربيه رياضيه اكتر ناس بتتعب في الكليه مثلا جري وكده، فاحنا محتاجين مثلا شويه مياه احنا نشربهم بعد المباراه او بعد المحاضره او بعد اي حاجه، فيكون يعني في مثلا شويه مياه متوفرين، وغير كده اماكن احنا نغير فيها لبسنا، لانه ما ينفعش مثلا احنا مثلا عشان نغير تبقى مشكله وكده وبس. طيب اترشحت انت قبل كده؟ لا انا رحت اترشح النهارده بصراحه قالوا لي انه قفل، ما اعرفش ان هو قفل غير النهارده. طيب لو انت هترشح هتقدم ايه لزمايلك؟ بصراحه اشوف هم محتاجين ايه، اي حاجه محتاجينها انا اتكلم فيها، يعني مثلا محتاجين مثلا مكان فوق مثلا يبيع اكل وكده للطلبه ماشي انا اتكلم فيه، واللي تقدر تعمل الكليه تقدم مش هتاخر عنينا. انا بشكر الاستاذ الدكتور عباس منصور بصراحه مش متاخر عنينا في حاجه، يعني اخر حاجه عملنا اللي هو الملعب حاليا بيبتدي جاهز وكده. شايف ان في تقدم يعني؟ في تقدم يعني الحمد لله في تقدم، وبشكر الدكاتره بيبذلوا مجهود معنا جامد وبشكره جميعا يعني. حمدي حسن احمد من الاقصر، كليه التربيه الرياضيه. تعرف ان باب الترشيح للانتخابات اتقفل؟ امبارح كان الاربع. طيب تعرف مين مترشح عندك في الكليه؟ اعرف واحد زميلي في اولى تربيه رياضيه برضه محمد فتحي. طب انت عايز المرشح بتاعك او اللي يكسب الاتحاد يكون صفته ايه؟ ينفذ لنا طلباتنا، يعني نسمع شوف الميه وال يعني احنا برضو كتربيه رياضيه محتاجين، بنتعب كتير بنرمح وبنجري محتاجين ميه، واحنا وصلنا هنا الكلام للوكيل بتاع التربيه الرياضيه برضو ما فيش حاجه، يعني يا ريت يسمع يوصل الكلام ده. طيب انت عندك في الكليه في اكتر من واحد مترشح، تعرف عن البرامج بتاعتهم حاجه؟ لا بس اعرف ان هم يعني ينفذوا لنا طلباتنا يعني كده بس. طيب قناه الجامعه عندنا بعد ما تقفل باب الطاعون هتعمل فقره كل مرشح هيعرض البرنامج بتاعه، ايه رايك في الفكره؟ فكره حلوه ماشي يعني نشوفها. يعني انت لو شفت ان في برنامج عجبك اكتر من برنامج زميلك اللي انت عارفه هتنتخبه؟ هنتخب البرنامج الاحسن طبعا. باب الاشتراك اتقفل اول امبارح، بس يعني فهو يعني بيقدم حاجات كويسه للطلبه، ممكن يعني لو يعني قلنا لاتحاد الطلبه وكده ان هو يساعدنا في حكايه الميه ان احنا نطلعها الملاعب وكده. يعني ما جربتيش تشتركي في اتحاد الطلبه عشان تناقشي الحاجات دي مع المديرين في اتحاد الطلبه؟ لا هو انا ما كنتش اعرف يعني وكده، فلو انا لو كنت عارفه يعني كنت اشتركت وكنت يعني قلت يعني على حكايه الميه وكده، يعني ان احنا عايزين ميه في الملاعب وكده مفيش ميه خالص. طيب جربتي قبل كده ان انت لو ما اشتركتيش تناقشي الموضوع ده مع الاتحاد الطلب مع اللي هيمسك الاتحاد الطلب عندكم؟ ان شاء الله لما عايزه الاسم اللي هو ماسك الاتحاد الطلب رئيس اتحاد الطلبه ان شاء الله هنناقشوا موضوع ان الميه تصل فوق للملاعب، لان احنا معاناه كبيره يعني جدا في ان احنا نروحوا تمريض عشان نعبوا ميه وكده. استاذ محمود محارب خسار راضي كليه تربيه كليه تمريض، مسؤول عن نشاط على اي نشاط تاني؟ نشاط الاتحاد، جوله الخدمه العامه، والنشاط الرياضي. كلمنا اكتر عن دول الاتحاد ونشاطه في الكليه. والله هو الاتحاد يعني بشغله في 7 لجان، بيشتغل في اللجنه الثقافيه ولجنه الجوله والخدمه العامه واللجنه العلميه ولجنه التكنولوجيا، بيشتغل في 7 لجان بيشتغل من خلالهم. احنا بدانا من اول ما اعلنونا ان هو في بدايه ان شاء الله للشغل في الاتحاد، بدانا عملنا اعلاناتنا للطلبه اللي عندنا وكده، وبدا الترشح ان شاء الله، واول يوم الخميس كان فحص طلبات الترشح، وطبعا في طلبات ترشح دي بناء يعني على عده شروط، منها ان الطالب لازم يكون مسدد للرسوم الكليه، ومنها ان هو لازم يكون مستجد، ومنها طبعا يكون اهم حاجه دي بالنسبه لنا ان هو يكون مشارك معانا قبل كده في الانشطه، يعني ما ينفعش واحد يكون مش مشارك خالص في حاجه وناخده معانا في الاتحاد. فبناء على كده فحصنا طلبات المتقدمه لينا وعملنا كشوفات بيها، واخدنا الناس اللي هي شغاله معانا والناس اللي تنطبق عليها شروط الاتحاد. وعدد المرشحين وصل لحد كام؟ هو عدد المرشحين يعني اللي هو عشان السنه دي تعتبر اول سنه شغل بعد يعني الاتحاد كان واقف بقى له 4 سنين، من 2011 الاتحاد واقف، فالسنه دي عشان اول سنه النشاط يرجع تاني كان الاقبال ضعيف، لان الاربع سنين دول غيروا دم الكليه بالكامل، يعني 4 دفع مشيوا وجم 4 دفع مكانهم، ما يعرفوش يعني ايه اتحاد، ما يعرفوش يعني ايه لازمه الاتحاد، ما يعرفوش يعني ايه امين مساعد، امين اتحاد كليه، امين اتحاد جامعه.
ما عرفش ايه النشاط او ايه اللي هياخده من النشاط ده. فاحنا واعيين على قد ما قدرنا بس الاقبال كان ضعيف. وعندنا في الكليه هنا يعني العدد ما زادش عن 15 طالب بالظبط. احنا عندنا في قناه الجامعه بعد ما تقفل باب الطاعون هنعمل فقره كل مرشح هيعرض البرنامج بتاعه. الفكره دي وصلت للكليه يعني المرشحين عارفين الموضوع ده؟ اه بالظبط طبعا. يعني كل مرشح ما دي من ضمن الشروط التقدم للترشيح ان الطالب بيجيب صوره من الكارنيه وصوره من البطاقه وبيعمل طلب ترشيح وبيمضيه ويختم ونشون طلاب عندنا. وبالاضافه لكده برنامج انتخابي كامل في هو هيعمل ايه لو هو مثلا طالب مترشح للجنه الرياضيه هو عايز يعمل ايه، دوري بنج، دوري قدم، دوري سله، دوري طايره، دوري يد، يعني الحاجات اللي هو كاتبها اللي هينفذها خلال الترم او خلال السنه بالكامل. احنا قررنا ان كل مرشح يعرض البرنامج بتاعه عندنا في قناه الجامعه على اساس ان كل الطلاب تشوفه، فايه رايك في الفكره؟ والله فكره كويسه بصراحه، يعني في تنافس يعني وكده كل طلبه الكليات هيعرفوا ان زمايلهم في الكليات الثانيه عاملين ايه، او يعني هيبقى في فكر موحد او في فكر متبادل ما بين طلبه الكليات بالكامل. يعني احمد طايع، كليه تمريض، الفرقه الثانيه. ايه رايك في الانتخابات في الكليه بتاعتك؟ والله العظيم هي حاجه حلوه ان الكليه تعمل انتخابات او الانتخابات تبقى شغاله في الايام دي. انا عن نفسي مرشح عن اللجنه الاجتماعيه والرحلات ان شاء الله امين. طيب انت هتقدم ايه لزمايلك؟ ان شاء الله البرنامج الانتخابي بتاعي. اولا انا من ساعه ما دخلت كليه التمريض هي المفروض اللجنه الاجتماعيه والرحلات خاصه بالرحلات والحاجات الاجتماعيه الخاصه بالطلبه. من ساعه ما دخلت الكليه ما فيش رحلات خالص، ما عملناش رحلات، فان شاء الله في البرنامج بتاعي ان شاء الله باذن الله ربنا كرمنا ونجحنا ان شاء الله. هنحاول ان احنا نوفق للطلبه رحلات وكده بحيث ان هم ايه نعملهم جو ترفيهي خارج عن الدراسه وكده. بالنسبه للحالات الاجتماعيه ان شاء الله نحاول نساعد نتواصل مع المدينه الجامعيه ان شاء الله. بالنسبه للطلبه اللي هم ما يقدروش ان هم يسكنوا المدينه نحاول ان شاء الله على قد ما نقدر نتواصل مع المدينه الجامعيه بحيث ان احنا نسكنهم. وبالنسبه للطلبه اللي هم ما يقدروش يدفعوا مصاريف الكتب نحاول نتواصل مع الدكاتره بحيث ان هم يخفضوا لهم او يدوهم الكتب مجانا. وان شاء الله في الكليه حاجات ثانيه كثيره، مثلا في لو في مايكات وكريستات ناقصه في الكليه نحاول ان احنا نوفق ونجيبها بحيث ان الدكاتره تقدر تشرح. لو في سماعات برضه ناقصه في المدرجات بحيث ان الدكاتره تقدر تشرح برضه نجيبها. اي حاجه خاصه بالطلبه ان شاء الله في الانشطه الاجتماعيه او الرحلات ان شاء الله هنحاول ان احنا نقدرها باذن الله قد ما نقدر وهنساعد الطلبه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايه رايك في الانتخابات، مشيت بشكل كويس ولا في تزوير؟ لا الحمد لله، هي اصلا حاليا الانتخابات عندنا احنا قدمنا هو 7 لجان، احنا قدمنا 14، المفروض كل لجنه امين وامين مساعد. حتى الان 14 لو ما فيش حد قدم ثاني ان شاء الله هناخدها كده بالتسكه لانه ما فيش كده مرشح، والحمد لله ما فيش حد قدم طعون ضدنا ولا اي حاجه ان شاء الله. فباذن الله احنا 14 اللي قدمنا ان شاء الله هنرجع بالتسكه باذن الله.